أشادت فلوريكا هوغارد مبعوثة البيئة ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بدور مصر في معالجة أزمة المياه، وأكدت على أهمية إتاحة المياه للمدنيين قضية لا يمكن لأحد أن ينكرها تحت أي ظرف، معربة عن قلقها بشأن الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. تقديم الشكر لمصر على قيادتها وعلى تنظيم هذه الفعالية المعنية بالمياه في وقت صعب للغاية للمنطقة. أنا أم لثلاثة أطفال، أنا زوجة وشقيقة، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أحضر مؤتمرا معنيا بالمياه دون التفكير في نكبة المدنيين من الشعب الفلسطيني الذين لا يستطيعون الحصول على المياه حاليا، لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة للشرب أو للطهو أو حتى للنظافة الشخصية. بينما نتحدث الآن، إتاحة المياه للمدنيين هو حق إنساني أساسي لا يمكن لأحد أن ينكره تحت أي ظرف من الظروف.